بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العلي، مهندس برمجي. نكمل دروس React Native، ودرس اليوم سيتكلم على الويب. لقد قمنا بنفس الدرس، دائما أذكركم أن هناك نفس الدروس التي نعملها بالReact Native موجودة في الدلفي FMX، يعني الفاير موكي، وهو ويب بروزر اللي هو ويب فيو في React Native. وأيضا لمن يهمه الأمر، هناك نفس الموضوع في ليكس مارين فورمز، يمكنكم مقارنة الدروس أو تعلم الاثنين، لما لا، أو ثلاثة لما لا، لأن ويب فيور هنا الويب فيو موجود، درس هذا الدرس في ليكس مارين فورمز والدلفي كما قلت. والآن سنقوم بعمله على الرياكت ناتيف في درس هذا اليوم. أول ما نبدأ به هو أننا فتحنا تطبيق عادي رياكت ناتيف فارغ، وضعت به لابل فقط تكست اسمها ويب فيو ان رياكت ناتيف، وفتحت ايضا هذا، وفتحت الدوكيومنتاسيون او الموقع اكسبو الذي يعرض لنا الدوكيومنتاسيون بالعربيه، المعلومات اللازمه التي تسمح لنا ببرمجه الويب فيو في رياكت ناتيف. هناك امثله هنا كما تلاحظون، مجرد لا نحتاج الى ليبراري خارجيه، لا نحتاج الى شيء. الويب فيو هو كومبوننت موجود بداخل الرياكت ناتيف الاصلي، يعني مكتبه الرياكت ناتيف، لا داعي الى جلب مكتبات خارجيه، ومجرد عمل ويب فيو ونتعرف على هذا الكومبوننت، ثم نعطيه اليو ار ال او نعطيه سترينج في شكل اتش تي ام ال. اذا في ليكس مارين فورمز وال الدلفي تكلمنا على كيفية إضافة URL و source في شكل HTML، وأيضا URL لكن ليس URL لكن من شمع local، يعني من ملف داخلي موجود في المشروع أو في التطبيق. كيف لنا أن نعمل ذلك؟ نبدأ بعملت أنا تحضير للكود وحضرت الكود سابقا وهو موجود هنا في هذا التكست. أول ما نبدأ به هو إضافة الويب فيو في، لأننا سنستعمل هذا المكون. إذا أن ويب فيو، ثم هنا سنتخلص من كل هذا ونبدأ أولا بكيفية جلبه من URL. نضع هكذا. إذا هذا الويب فيو سورس، أي من أين سيأخذ هذا الملف؟ سيأخذه من هذا المسار، هذه صفحة الفيسبوك، صفحة الخاصة للديفلوبمون، وسيضعه من الشاشة. إذن لا نحتاج إلى هذا. ولا نحتاج إلى كل هذا. إذن فقط نحتاج إلى مكون ويب فيو، وسيعرض لنا الفيسبوك، صفحة الفيسبوك، ونعمل سيف. مباشرة عندما عملنا سيف سيعمل أبديت لي الانترنت غير موجودة. بعيد بعض الأحيان أسرع،
أمور هكذا، نعمل إكسبو ستارت. نعمل الاتصال، تم الاتصال، غيرت الجهاز فقط، و لأن غيرت الغرفة والجهاز القديم يمشي فقط بالواي فاي بالويفي، وهذا جهاز آخر فيه 4G. أوكي، وهذه النتيجة. ثم تروحين صفحة فيسبوك، هذه صفحة. إذا استطعنا فتح URL سواء HTTP أو HTTPS. في البداية ظننت أنها مشكلة لاكسي السكيورتي تاع الـ HTTPS، لكن ليس هذا المشكل. المشكل فقط في جهاز ليس به الإنترنت، ومع أنها يعني فعلتها في الويفي لكن لم تشتغل. هنا انشغل الأمر واستطعنا الوصول إلى صفحة فيسبوك عن طريق مكون الويفيو. نكمل مع الطريقة الثانية، وهي استعمال ملف خارجي، عفوا ملف داخلي. هذا ملف خارجي موجود على سيرفر، هو صفحة فيسبوك. بطبيعة الحال الصفحة الأولى index.html موجودة على سيرفر فيسبوك، لكن الآن نريد أن نتعرف على ملف موجود بمجلد HTML في داخل المشروع. إذا نستطيع الوصول إلى URI URL عن طريق لموقع موجود أو صفحة ويب موجودة في URL في سيرفر، وفي اللوكال نستعمل هذه التعليمة ونصل إلى مجلد مثلا HTML. هنا سميت فقط مجلد HTML وبداخله ذكري HTML، وأنشأت هذه المجلد هنا. بطبيعة الحال ننشئ المجلد في نيو فولدر، وإنشاء الملفات هكذا. أنشأت مجلد وأنشأت ملف وكتبت فيه كما تلاحظون هذا سطر اللي هو عبارة عن HTML body هذا ملف بسيط جدا HTML. اوكي، هذا اذا هو فيو عادي، وفتحت ملف الان فقط كل شيء على ما يرام.
وكما تلاحظون هذه النتيجة My first eating, my first paragraph. هذه الكلمتين موجودتين هنا في صفحة الـHTML. إذا وصلنا إلى ملف داخلي وعرضنا محتوى هذا الملف. لو نكتب مثلا هنا label أو span save كما تلاحظون اي تغيير على مستوى الـHTML سيغير هنا في الويب. اخر شيء هو استعمال HTML في شكل string. اذا نذهب الى الرئيسية صفحة جافا سكريبت أو الرياكت. إذا أنشأنا هنا مثل الديف فيو وتأخذ ستيل معين فقط. كل هذا نستطيع عمله كما تلاحظون في هنا كما تلاحظون اللابل هذا بداية الويب فيو صعدت إلى الفوق و لم نعمل لها مارجين في التوب توب مارجين، لذلك استعملتها وهي الحل الذي استعملته في الطريقة الثالثة. لابد من استعمال نفس الشيء هنا، يعني إذا استعملنا الطريقة الأولى لابد من وضعه في الفيو وإعطاء ستيل وإعطائه توب، إعطاء للفيو هذا توب في المارجين. سنفعل هذا الأمر في الطريقة الثالثة، ويمكنكم أيضا أنتم أن سنعملها هكذا كي تكون أحسن الأمور في الجيت أب، لأني سأسجل هذا الملف في الجيت أب هو هذا المجلد. هذا أول إذا أنشأت ستيل لهذا الديب أو لهذا الفيو اللي هو يأتي من كونتينر. وطريقة هنا استعملنا في الويب فيو ويب فيو للي URL ثم ملف داخلي موجود في اللوكال أي في وسط التطبيق. والآن سنريد إعطائه سترينج في شكل HTML وهي عن طريق تعليمة HTML. هنا استعملنا يري استعملنا require كيف تنطق والآخر تعليمة هي HTML HTML وإعطائه string في شكل HTML. إذا ولا ننسى هنا origin أنه يقبل كل string، يعني تجدون التعريف لكل هناك ديزيفانمو أو أحداث نستطيع فعلها على الويب فيو on click on mouse move إلى غيره كما تلاحظون هنا اون لود عند شارجمون تاع الويب فيو. وهذه هنا هذا الشرح لهذه الخاصيه كله موجود في الدوكيومنتاسيون. يعني HTML نعطيها string وستايل سياخذ المساحه الاجماليه للشاشه، لكن ليس للشاشه للبارونت. البارونت هو ديف. اذا ولا في الوقت السابق قمنا ب أخذ كل مساحة الهاتف، لكن الآن سنأخذ كل مساحة الفيو، والفيو سيأخذ المساحة الهاتف. إذا لابد من أخذ ستايل كلاس سي اس اس التي أنشأناها ونضعها هنا. ماذا قلنا له في الكلاس سي اس اس؟ هذه كلاس سي اس اس قلنا يأخذ كل المساحة وبادينج توب. من المفروض نكتب 10 20 حسب الأجهزة. نلاحظ أن هناك هيدر موجودة فيها الساعة، موجودة فيها أمور البطارية إلى آخره. لابد هذه المساحة لابد تركها والبداية من أسفل هذه البار أو status bar. لفعل ذلك أوتوماتيكيا إذا ما تغيرت الأجهزة أو تغير النظام لا يحدث لنا مشاكل. إكسبو يوفر لك لأن لو أضعنا ثابت هنا 10 أو 20 أو 30 ليس شيء جيد يعني.
المفروض نعمل حاجة يعني ديناميكية، وهذا إكسبو سيوفر لنا شيء اسمه كونستانت، هذه الخاصية نعمل لها import في إكسبو ونستطيع الوصول إليها. constants status bar الارتفاع الارتفاع للستاتس بار، يعني هذا الارتفاع للستاتس بار يعمله إكسبو أوتوماتيكيا ويعطينا رقم ويحسبه ويعطينا رقم ونضعه في التوب. إذا التوب سينزل بهذا هذه المساحة هذه. هل نسينا شيء؟ ما لابد من إضافة المكتبات. إذا استعملنا السيت شيت، استعملنا الويب فيو واستعملنا الفيو، وأيضا هذا كل شيء. وكما تلاحظون هذه النتيجة، وترك هنا توب كما تلاحظون. إذا وضع الأمور بشكل جميل يعني أسفل الشاشة، أسفل بعد هذه البار، هذه البار حسب هو التوب، وعمل إنزال لهذا النص. إذا الويب فيور سيبدأ من هنا إلى ويستغل كل المساحة الموجودة في الشاشة. وبطبيعة الحال الويب فيو سيعرض سترينج، وهذا سترينج في شكل HTML هنا، يعني نستطيع هنا كتابة أي شيء، أي صفحة HTML نريد عرضها، ويستطيع عرضها بدون مشاكل. سنحتاج هذا الويب فيو لعرض في الدرس القادم، حيث سنعمل مثل ما شاهدتم في الإكزمارين، في درس الإكزمارين فورمز. في درس ليجزماري فورمز، درس الرسومات البيانية، قلت أن في درس ليجزماري هناك طريقتين للعمل عمل ذلك. يعني الطريقة الأولى أن ترسم عندما يكون المكتبات لرسم الجرافيك قليلة، ولا توجد مكتبة كاملة توفر لك كل الجرافيك الموجودة. إذن وأغلب المكتبات القوية والعملاقة موجودة في الويب ليس في الناتيف. لذلك مثلا هنا أعطيت مثال للآي تشارت. آي تشارت مكتبة كبيرة جدا فيها الكثير من الجرافيك، لذلك لاستغلالها هذه المكتبة هناك ليس لدينا ناتيف لهذه المكتبة. لذلك نستطيع عمل، بما أنها HTML وجافا سكريبت، نستطيع عمل ويب فيو بهذه الطريقة، ونضع فيه جرافيك هنا في شكل HTML وجافا سكريبت، وهو اوتوماتيكيا سيعرض هذا في الويب فيو، لان مثل صفحه الويب. يعني هذه نستطيع فتح الاي تشارت مثل صفحه الويب، في صفحه ويب. واذا في الويب فيو سنلاحظ ان الرسم الجرافيك يرسم في هذا الويب فيو، وان شاء الله سنجد مكتبه مجانيه لعمل مثل، لان في الاكزماري فورم تكلمنا عن الاي تشارت مع الويب بروزر او الويب فيو، وبعد ذلك استعملنا أحد المكتبات المشهورة في الإكزماري فورمز. هنا كما تلاحظون هنا هذا هاي تشارت، أي تشارت مرسومة على ويب فيو في صفحة في تطبيقنا. سنعمل نفس الشيء إن شاء الله في الدرس القادم في الرياكت ناتيف. والآن أبحث على المكتبة المجانية هنا في الإكزماري فورمز، مكتبة مجانية وجدتها ومستعملة بكثرة، لكن في الرياكت ناتيف وجدت عدة مكتبات لكن لا تشتغل كما يجب. لم أجد مكتبة لحد الآن جيدة، لكن أنا في طور الإنشاء إن شاء الله، في طور البحث، ونجد حل إن شاء الله. أتمنى أن يكون هذا الدرس الخاص بالويب فيو الذي استعملناه بثلاث طرق: طريقة فتح URL صفحة ويب على الويب فيو بواسطة URL، ثم بطريقة ملف HTML موجود في اللوكال، والطريقة الأخيرة استعملنا نص تكست، يعني لم نغير هنا، نعمل تغيير بسيط كي نلاحظ النتيجة.
وكما تلاحظون هذه النتيجة. إذا نستطيع عرض أيضا نصوص في شكل في الويب فيو. هذا كل شيء لدرس اليوم، وإن شاء الله انتظرونا في الدرس القادم لعمل جرافيك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.